اهلا بكم حلقه جديده من اعمالي ده زي ما تعون وصفاتنا حلوه جدا. اعمل معاكم فراخ مشوي بالرز واللحمه طريقه سهله ولذيذ جدا. وهنعمل كمان شوربه كور الفراخ. تعالوا شوف اول وصفه معايا وهي الفراخ. هنعمله بالفلفل الحار بيكون طعمه فعلا جدا. هعمله ازاي؟ تعالوا. اول حاجه عندي فلفل الحار المشوي، جدي بصل بقدونس طماطم شيري قطعها انصر، وعندي ملح وفلفل اورجانو. عندنا كمان ثوم وذا طعم بيكون لذيذ. تعالوا نشوف كده ايه هي اول حاجه هنعملها. هنا شويه زيت وانا مسخنه الطاسه جدا كده، وهجيب ثوم عشان اعمل الخضره لذيذ جدا كده. شوية معجون كده، شوية جبنة الفتة هتكون تحت المكعبات كده، وهجيب الثوم بتاع الأول سنة فلفل بسيطة، فلفل أسود بسيطة سنة الفلفل الحار كده، شوربة كور بتاعتي الحمص دلوقتي صار نجمة كده. عايزين ايه ندرزه ونعمله طعم حلو. عندنا كمان كور من الكفتة، ملح فلفل بصل بابريكا زبدة ثوم مع الثوم. انا هعمله الشوربة بتاعتي وابدا اضبط وايه نسويها. اول حاجة انا عايزة اشوح الكفتة بتاعتي وايه نسويها. شوية سن الزيت وانا مسخنة الطاسة جدا. شير على انستغرام وفيسبوك وسبسكرايب على يوتيوب على قناة تي بي سي صوفا والانستغرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمالي ده.